لطالما كان الطفل في المجتمع وعبر الزمن هو النواة الأساسية لضمان مستقبل البلد وعمرانه وبتأسيس قاعدة صحيحة. وبالقصة والحكاية بيقدر يخاطب الطفل، ومن خلال هالقصة بتصل رسائل بطريقة صحيحة وبتغرس القيم. فتحت عنوان كيف نرسم كتابا للطفل، حيث أقيم معرض فني للرسامين المشاركين بهي الورشة. للإضاءة أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو السيدة ملك ياسين، مديرة ثقافة. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. شكرا. بالبدايه خلينا نتعرف، كيف طلعت فكره هالورشه؟ طبعا نحن بوزاره الثقافه ضمن خطه وزاره الثقافه بشكل دائم، مديري ثقافه الطفل، دائما بنكون حريصين على عمل ورشات لتطوير صناعه الكتاب بشكل عام، ان كان من خلال الكتابه او من خلال الرسم. والرسم مثل ما ذكرت سالي انه كثير كثير مهم انه يكون لكتاب الطفل، لانه هو يعني العنصر الاساسي باي كتاب للطفل، هو الجاذب، هو الشيء الكثير اساسي للطفل. لانه مثلا انت بتلاحظي احيانا برسومات كثير، لا سيما الفنانه التشكيليه العالميه، الفنانه لجان الاصيل، يعني احيانا كثير انت لما بتشوفي قصه راسمتها ست لجان الاصيل، يعني بتحسي انت ممكن تستغني بوقت كثير عن الكتابه، طبعا لا غنى عن الكتابة أكيد، بس بيكون عامل كتير مساعد. فنحن من هالمنطلق بشكل دائم تقريبا هي للمرة الثانية بنعمل هي الورشة. عملناها بالمرة الماضية كان بالتعاون طبعا الست لجان الأصيل، وكان في عنا فنان تونسي رؤوف كراي. السنة هو الورشة انعملت هيدي بشهر 12. كان الهدف منها طبعا بشكل اساسي كان في 25 شاب وصبيه فنانين شباب اللي بيرسموا لكتب الاطفال، او هم بالبدايه عندهم موهبه الرسم او عندهم تقنيات الرسم، بس هي الورشه هي بتطور لهم تقنياتهم. عم نحاول يكون طبعا المدرسه السوريه، ويكون في احيانا كثير مثلا السنه يمكن العام القادم راح يكون في مع فنان ايراني. مثل ما بتعرفي الفن التشكيل بإيران مدرسة رائعة جدا، فكمان مهم كتير أنه نعرف شبابنا يعني على مدارس تانية. فكانت هاي الورشة لمدة 15 يوم، ونتاجها كان مبارح معرض الرسم. يعني أنسة ملك، قديش مهم التشبيك بين كاتب الأطفال وبين الرسام لنقدر نخرج مضمون متكامل، منسجم متناسق، قديش مهم هذا التشبيك؟ مهم كتير سالي، لأنه أنت بتعرفي ونحن وزارة الثقافة عن جد حريصة دائما لما بنعمل أي كتاب للطفل، إن كان من منشورات مديرية ثقافة الطفل اللي هو مسابقاتنا المنتشرة على سنويا يعني الأطفال الفائزين فيها طبعا، وإن كان مديرية منشورات الطفل اللي كمان عم تطالع كتب كتير، ممكن تكون يعني الكمية لسه بنطمح لها تكون أكثر، بس بالنوعية كتير مهمة أن يكون هيدي، مثل ما ذكرت، الناحية الفنية والناحية الأدبية، لأنه نحن بالوزارة بنكون حريصين ناحية أدبية فنية تربوية، خيال الطفل كتير مهم فيها. وكتير مهم أنه لما هاي الورشة كانت أصلا لما انعملت، كان نحن عطينا الشباب المشاركين بإشراف الفنانة طبعا لجان الأصيل قصص أو مسابقات فايزين أطفال، طبعا كاتبين أطفالنا فايزين فيها، فعطيناها للرسامين. طبعا مهم كتير أنه الرسام يقرأ القصة بطريقة كتير حلوة، وأي رسام، أنا من خلال يعني خبرتي مع رسامين السوريين اللي كتير من عزاز فيهم، يعني ممكن يقدر يرسم كتاب أو قصة إذا ما كان هو كتير يعني عاجبته، أو إذا ما كانت كتير مثل ما بيقولوا داخل فيها وداخل بخياله، وكان هو بده يكون هو شريك أساسي مثل ما ذكرت. أكيد بتحمل مضمون مهم. الكاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة مع المعرض برفقة زميلتنا لينا شيبون. خلينا نتابع مع حضرتك كيف كانت الأجواء. شكرا. من أهم الخطوات التي قامت بها مديرية ثقافة الطفل، لأنها تفسح المجال للفنانين الذين يقومون بعمل مبدع للأطفال، ليتعرف الناس على أعمالهم وتصبح جزء من رسائل المستقبل. لدينا الكثير من الكتاب والمبدعين والفنان وكتب مدرسية، ولدينا كتب قصص للأطفال،
التعرف على الفنانين الحقيقيين الذين يستطيعون نقل هذه الكتابات إلى صور، وأغناء الكتب العادية بصور وأغناء الكتب المدرسية بصور خطوة كثير هامة في مجال تطوير العمل الفني أولاً، ذوق الجمال ثانياً. الورشة كانت الثالثة، فيها ميزة خاصة، فيها طعم خاص، إنه الكل كان حابب يشتغل، لكن كل عنده ثوابت بذهنه مثل كلياتنا. يعني لما بيكون عنا ثوابت متعلقة بذهننا ما عم نقدر نغيرها، ما عم نقدر نتحرر منها. يعني بعد ما مشينا شوي أنا حسيت إنه ما حيطلع معنا شيء، قمت قلت لهم لا، بدنا نعمل عصف دماغ وبدنا نشط المخيلة، وأي شيء عجيب غريب بيجي ببالنا بدنا نحطه. اللوحات اللي رسمنا عنها كانت محددة بمواضيع معينة، هني عن الشهادة، عن الشهداء، الأطفال اللي عندهم مشاكل بسبب ظروف هاي الأزمة. هون الطفل يعني أخدي مقاطع طبعا من القصة أو من القصيدة، هون عايش حالة خوف، هون كيف الحرب أثرت بالطفولة. أنا بعمل بأسلوبي دائما للخيال، وبستخدم الألوان الفاقعة اللي هي بتلفت انتباه الطفل، وبحاول أتلبس الشخصية بكافة جوانبها لحتى تطلع تشبهني وتكون قريبة أكثر للطفل. هلا باللوحة الأولى هون أنا حس يعني كانت فكرتي إنه الشهيد هو اللي عم يحمي الوطن من بعيد، هو صح خيال، ويعني واضح إنه هو ما نو عايش، لكن هو النور اللي عم يضوي على البلد، هو اللي عم يحميها. سملك يعني شفنا أنماط مختلفة من قبل المشاركين، كل واحد له طريقته وكل واحد له رسالته حابب يوصلها عبر الرسومات. شو رأيك باللي نقال؟ شكرا كثير أريج، بدي أشكركم على التقرير الحلو كثير. طبعا هو أنا كنت مثل سعادة الفنانين وجان الأصيل والفنانين كل المشاركين، أنه كنا كثير سعيدين بهذا المعرض، نتاج أعمال الفنانين الشباب، أنه يعني كانت كثير وانطبعت ببروشور كثير مهم بيبقى بذاكرة كل مشارك. بس كمان ممكن أشكر كمان دكتور دارم طبع، اللي نحن عملنا تشبيك بين وزارة الثقافة ووزارة التربية، اللي هو نحن نصير أنه الفنانين نفسهم اللي شاركوا معنا بالورشة، اللي كان أول نتائجة أنه رسموا هيدي مجموعة من الرسومات اللي هي رح تنزل بكتب الأطفال تاع وزارة الثقافة منشورات الطفل، اللي هي المسابقات اللي ذكروها أنه كانت عن مسابقة خصيصا لأبناء وبنات الشهداء. بس نفسهم الفنانين كمان بعد ما هو مثل ما ذكرنا انه هي الورشه لتطوير تقنياتهم واسلوبهم الفني، ومثل ما ذكرت الست لوجين الاصيل اللي كثير كانت حريصه انه تحرر لهم تفكيرهم او خيالهم انه لينطلقوا، فعملنا تشبيك مع وزاره التربيه، وصار هلا بدكم تلاحظوا ان شاء الله في مناهج عم يشتغلوا عليها وزاره التربيه، مشكورين مديريه المناهج، راح تلاحظوا انه قديش رح تتغير رسومات الأطفال، لأنه كلياتنا كنا نعاني أنه الكتب قيم، وكتاب الطفل كتير كتير مهم، كتاب الطفل يكون فيه كمان جاذب مثل أي كتاب قصة أو رواية تصدر عن وزارة الثقافة. فهن المجموعة أكثر المجموعات، المجموعة اللي شاركت صارت كمان هلأ هي مشاركة برسوم المناهج المدرسية لسيما للمرحلة الابتدائية. نعم عاصم ملك، لأي حد اليوم بهمنا أو نحن بحاجة غير الإبداع تبع الفنانين يكون عندهم خلفية بعلم النفس بعلم الاجتماع ليقدروا هنين يقدموا رسومات توصل الرسالة المطلوبة؟ شكرا سالي، هو كتير 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 مهم. هلأ كتير ناس بيفتكروا انه الرسوم للأطفال سهل، مثل ما انه الكتابة للأطفال سهل، هو من أصعب الكتابة أو الرسوم هو للأطفال. يعني ممكن يكون رسام عالمي وبيرسم كتير حلو للكبار، بس كتير صعب أنه أي فنان، لأنه لازم يكون مثل ما ذكرتي عنده قدرة أول شيء أنه هو يعني ما بدي أقول ينزل، يطلع لخيال الطفل ليقدر يعبر عنه. يعني أنا
عم احكي كثير عن ست لوجينة لانه هي الاساس بهي الورشه. أكيد. يعني كانت دائما بتضل تقول انه انا هلا صرت بعمر الله يطول بعمره ويمد بصحته وعافيتها 70 سنه، بس لحد الان بحس حالي انه انا بعدني طفلة بعدني. أكيد. إنه فقديش مهم إنه الواحد رغم إنه هي دائما بتطور التابع، وكانت بروسيا عملت ورشة كتير مهمة من كام شهر ودائما بتطور تفكيره، وكتير مهم إنه الواحد اللي بيرسم لكتب الأطفال يكون عنده طبعا خلفية نفسية خلفية إيش، يكون كتير يعني قريب لعقل الطفل ولخيال الطفل ودارس كل هدول الأشياء اللي يعرف لحديت ما يقدر يوصل الشيء اللي بده أو الرسالة اللي بده إياها للطفل بكل سهولة، لا سيما الرسومات اللي بتكون موجهة للطفولة المبكرة دون 8 سنوات لسه بتكون يعني كتير أصعب. أساسية لأنه أنت بدون 8 سنوات بتعتمد بشكل أساسي على الرسمة، الكتابة بتكون كتير قليلة بس هي الرسومات بتغني كتير أحيانا مثل ما ذكرنا أو بتطور الكتابة. تماما ذكرتي نقطة كتير مهمة إنه مو أي رسمة ممكن تكون متواجدة بكتاب للطفل هي إلى اهتمام وإلى أهمية وإلى عنصر جذب، لكن شو المعايير يلي بتستندوا عليها باختياركم للرسومات؟ طبعا هو في لجنة، طبعا نحن بأي كتاب بيصدر عن وزارة الثقافة إن كان منشورات الطفل، مديرية منشورات الطفل بهيئة السورية للكتاب أو عنا مديرية ثقافة الطفل، كتير بنكون حريصين على أنه هنو طبعا الفن اللي نحن هلأ عم نطوره صار عنا. أنا من دون يعني بكل فخر أنا شفت كتير بلدان عربية على الأقل، شفت رسوماتهم وشفت قديش نحن رسومات الفنانين السوريين كتير متطورة وكتير يعني فيها معايير كتير مهمة، لأنه أنت حتى لما بدك تعملي رسمة حتى لو أنه للطفل بده يكون فيها ممكن شوية مبالغة شوية خيال، بس كمان كتير مهم أنت معايير بدك ترسمي، حتى لو كان جمل حتى لو كان أنت في معايير بدك تكوني دارستي مثل ما ذكرت سالي، أنت تعرفي فيها معرفيا ونفسيا. فكتير هاي الشغلة مهمة برسومات الأطفال. تمام، قديش بتحسوا أنه في مسؤولية بتقع على عاتقكم تجاه الأطفال؟ يعني هيدا مسؤولية كتير كبيرة، قديش بتحسوا انه يعني غير هو الجهد اللي بيبذل في مسؤولية؟ هو الجهد سالي فورا بتنسي مجرد ما شفتي نتيجة النتيجة العمل وفرحة الأطفال والأهل، هيدي كتير كتير مهمة، مسؤولية كتير صعبة، ونحن يعني من هيك منحاول دائما نعمل شيء بيكون في تجديد، يكون في تجدد، يكون في نحاول نحن نطور من حالنا، لأنه أطفالنا صدقيني هنو متطورين بكتير أشياء أكثر مننا، فكتير مهم أنه يعني بتقع المسؤولية طبعا مو بس على وزارة الثقافة، على كل الجهات اللي عم تشتغل مع الأطفال. نحن شركائنا الأساسيين بشكل دائم وزارة التربية، وزارة الشؤون، الهيئة السورية للشؤون الأسرة، اليونيسف، دائما نحن في تعاون، طبعا المجتمع الأهلي نحن منشجع دائما مبادراتهم، منعمل تشويق دائما ومبادرات الشباب اللي هنن لما بنشتغل معهم هنن بيعلمونا ومناخد بنحترم مبادراتهم وبيساعدونا أو منساعدهم على تنفيذها. يعني أكيد جهود عم تبذلوها لارتقاء دائما بالمعلومة اللي عم توصل للطفل وتكون مفيدة. شكرا كتير لوجودك معنا اليوم. شكرا أري، شكرا كتير سالي، يعطيكم ألف عافية. شكرا للإخبار السورية اللي دائما بتكون معنا بكل أنشطتنا بوزارة الثقافة بشكل عام ومديرية ثقافة الطفل بشكل خاص. شكرا كتير لكم. شكرا لك وموفقين بكل شيء بتقوموا فيه، والله يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحك مرة ثانية. شكرا أنت ملاك. شكرا.